في الحقيقة أنه من مكاسب التصعيد الأخير في قطاع غزة وتطور الأحداث خلال الأيام الماضية هو إعادة إحياء مرة أخرى القضية في قلوبنا، إعادة إحياء القضية في ضمائرنا. شفنا حالة من الوعي عند الشباب الجامعي في كل الجامعات المصرية، خرجوا في حشود ضخمة للتنديد والتظاهر ضد المجازر التي يرتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. مظاهرات الشباب كان موقفها واضح، هو تأييد موقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير سكان قطاع غزة. خلينا نستعرض مع حضراتكم المشاهد اللي شفناها امبارح من طلاب جامعات مصر، ونبتدي بجامعة الفيوم اللي طلابها نظموا مسيرات قوية وحاشدة لدعم القضية الفلسطينية. دلوقتي معانا على التليفون الدكتور ياسر حتات رئيس جامعة الفيوم. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك. يا اهلا بحضرتك. شفنا امبارح مشهد خروج المئات من طلاب الكليات المختلفة في الجامعة، ازاي تم تنظيم هذا الخروج وازاي دعمتهم الجامعة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم جميعا. اهلا بك. الطلبة طبعا طلبوا ان هم ينظموا مسيرة لدعم اشقائنا في غزة وفي فلسطين لما يتعرضوا ليه من مجازر في الفترة الماضية. فطبعا تم التنظيم والتنسيق مع الطلبة، ونزلوا امبارح الطلبة في مسيرات ضخمة لتأييد موقف القيادة السياسية المصرية من القضية الفلسطينية. وطبعا على مدار 75 سنة ومصر وقادتها يقفوا خلف القضية الفلسطينية التي تعتبر من قضايا الأمن القومي المصري على مدار 75 سنة اللي فاتت. قضية فلسطينية بجانب وقوف مصر بجانب أشقائها العرب في كل قضاياهم وخاصة القضية الفلسطينية، ولكن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري واللي يجب الحفاظ عليه، وأن الشباب بتاعنا عبروا أن هذا الأمن القومي المصري خط أحمر يجب ألا يتخطاه أحد. وفي نفس الوقت لما تيجي نتكلم نقول الشباب ده عندهم 18 ل 22 سنه، فده بيعني ايه؟ بيعني ان هذه القضيه متوارثه في وجدان الشعب المصري، وان هذه القضيه لن تموت كما يعتقد البعض، تفضل موجوده في وجدان هذا الشعب الى ان يحصل اشقائنا في فلسطين على حقوقهم في اقامه دولتهم على ارضهم المحتله. طيب، كان في حماس كبير من الطلاب في التعبير عن رأيهم ورفضهم لأحداث العنف البربري اللي بيمارس ضد المواطنين الفلسطينيين، وشفناه مع بعض. حضرتك شايف الوضع إزاي بالنسبة للشباب؟ يا فندم يعني الشباب دول لما يشوفوا هذه المناظر، لما يشوفوا مواقف الدول اللي هي بتعتبر دول متقدمة ولا تخف على الحياة، يعني لما ينظروا لهذه المجازر اللي بتحدث وآخرها مجزرة المستشفى اللي حدثت ويروا هذه الاشياء بعينهم، فيجب ان يتحركوا. يعني دول بني ادمين، دول عندهم احساس وشعور، ودول اشقاء لينا، فلما يروا هذه المناظر ويروا هذه المواقف المتخاذله من الدول التي تدعي انها دول متقدمه، فهم بيحاولوا يعبروا عن ما يجيش به صدقهم حقيقي. يعني وهم كانوا يعني واوصلوا رساله، وهي رساله يجب ان تصل للعالم كله من شباب مصر ومن كل طوائف الشعب المصري. عظيم. دكتور ياسر، هل لمستم مدى وعي الشباب بأبعاد القضية؟ وأنا هنا لما أتكلم عن أبعاد القضية مش بتكلم عن التطورات الحاصلة خلال اليومين اللي فاتوا من أحداث دموية وأحداث عنف ومناظر دماء ودمار من الممكن أن يتعاطف معها أي شخص من خلال البعد الإنساني، لأ أنا بتكلم عن أبعاد القضية، حماية الأمن القومي العربي، الأمن القومي الفلسطيني والأمن القومي المصري أيضا. يا فندم هذه القضية هي شقين، شق حق أهل فلسطين في أرضهم المحتلة، والشق الثاني هي قضية أمن قومي مصري لا يتجزأ. هي القضية الأولى في الأمن القومي المصري على مدار 75 سنة الماضية، وإحنا خدنا حروب وخدنا مفاوضات في سلام وخدنا مشاكل كثيرة من أجل هذه القضية التي تمس الشعب الفلسطيني وتمس الشعب المصري، لأن هي في المقام الأول قضية أمن قومي مصري، وده اللي الكل بيعيه، وده اللي الحمد لله الشباب بتاعنا وعي هذا الأمر تماما، إن هذه القضية تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر بشكل مباشر. لم تكن المظاهرة شبابية فقط أو من الطلاب فقط، احنا شفنا تضامن من إدارة الجامعة وأساتذتها مع موقف الطلاب.
ازاي شفتوا ده امبارح وازاي حصل ده؟ يعني نقدر نقول من غير اي ترتيب من ادارتكم؟ هي جاءت بعفويه تامه، وعندما طلب الطلاب لم تتاخر اداره الجامعه وكل المسؤولين بالجامعه عن دعم هذه المسيره ودعم هذه الوقفه التضامنيه مع الشعب المصري ومع القياده المصريه ومع موقف مصر ودعم موقف مصر في الوقوف خلف اشقائنا في الاراضي المحتله. طيب دكتور، ايه ابرز الشعارات اللي كان بيحملها الطلبه والرساله كمان اللي اراد الطلاب في الجامعه ان هم يبعثوها للخارج؟ الرساله اللي اراد الطلاب يبعثوها للخارج ان توقف هذه المجازر، ادخال المساعدات لاهلنا في هؤلاء بني ادمين محتاجين مساعده. يعني على الاقل المساعدات، الطلبه بيتبرعوا بالدم، الدم يوصل هناك، الطلبه بيتبرعوا حتى بايه؟ ما يقدروا يتبرعوا عن يعني مطلوب الاغاثات الدوليه او ان الاغاثات تدخل لهؤلاء الناس. يعني دي رساله عايزه توصل اولا، يعني هو الاولويات دلوقتي للناس اللي موجوده هناك دي تصل اليها المساعدات الانسانيه. يعني دي رساله الطلبه عايزه تقولها. الحاجه الثانيه ان حق هذه الناس دي حقهم في اقامه دولتهم. عظيم. الرساله الثالثه ان ما حدش يفكر في الامن القومي المصري، خط احمر. دول الرسائل اللي عايزين نوصلها او اللي عايزه توصلها مصر لكافه طوائفها، من طلبه، من ناس بسطاء، من مسؤولين، من كل طوائف الشعب. عظيم. شكرا جزيلا دكتور ياسر حتات، رئيس جامعه الفيوم.